نعم، بالنسبة للتعليم والتكوين عن بعد هو ضمن السياسات التي اقترحت سنة 78 من أجل تطوير المجتمع الجزائري والفرد الجزائري خاصة، وهذا بعد ما التأثيرات اللي جعلها الاستعمار على المجتمع الجزائري خاصة. جميل. إذن التعليم عن بعد والتكوين عن بعد نقصده احنا كتكوين هو التكوين الذاتي. جميل. من خلال الأمور التي يتطرق إليها الفرد في التعليم معنا، والتعليم هو فرصة ثانية للتلاميذ الذين لم يساعفهم الحظ في مواصلة دراستهم لأسباب اجتماعية، لأسباب صحية، أسباب اقتصادية أو أسباب نفسية. إذن التعليم عن بعد هو فرصة ثانية لكل من لم يساعفه الحظ في مواصلة دراسته في مقاعد الدراسة الإقامية. وعندنا احنا التعليم راهو من الاولى متوسط حتى للثالثه ثانوي تختم باجتياز البكالوريا، شهاده البكالوريا، والذي يتحصل على شهاده البكالوريا يضمن مقعد في الجامعه. جميل جدا. واي تخصص كان حسب المعدل، ويعتبر مترشح للبكالوريا حاصل على البكالوريا وله الحق في جميع الخطوات التي يتعرض اليها التلميذ الاقامي.